الناس يقول لماذا لم يغير هذا العالم ولماذا لم يتغير هذا العالم على إيدينا وإنما الله عز وجل يحاسبنا يوم القيامة ماذا فعلتم أنتم هل بذلتم الأسباب المقدورة التي بأيديكم أم لم تبذلوا الأسباب إن بذلنا الأسباب فالله تبارك وتعالى يبارك لنا في عملنا وكذلك بارك الله عز وجل في دنيانا وفي أخرانا ولذا ربما يمثل هذا والله عز وجل هو مثل أعلى وذلك مثل في حقنا وفي أحوالنا لو فرضا كان عندك ابن ورأيت ابنك وقت الاختبارات أو قبل الاختبارات ذات السنة وهو يدرس ويحاول أن يعرف كل مسألة وكل شيء لم يعرف يحاول أن يتعرف كيف يجيب على مثل هذه المسألة ويبذل وقته كله في الدراسة يا بني حتى تقول يا بني اذهب مع أصحابك على الأقل والعب كرة قال لا أنا عندي اختبارات إذا انتهيت من هذه السنة في عطلة الصيف بإذن الله عز وجل وطيلة السنة وطول السنة وهو يبذل في الدراسة إلى آخره ثم بعد ذلك في نهاية السنة قدم الاختبارات وما حصل على نتيجة حسنة هل يأتي أبوه يقول أنت كنت أنت لم أنت لم تغير نتيجتك أو أنت لم تأتي بنتيجة طيبة إذا أنت يجب أن تعاقب ويجب ما يقول أبوه هذا يقول يا بني أنت بذلت الأسباب أنت بذلت الأسباب والله عز وجل قدر لك هذا ويأتي الأب ويمسح على رأس ابنه وربما يأخذه ويعطيه هدية ويعطيه جائزة ويأخذه ربما يسافر إلى مكان يحبه الابن ويعلم يعني أن ابنه قد بذل الأسباب ولا يعاقب هذا الابن الله عز وجل هو المثل الأعلى إذا أرانا نحن نبذل الأسباب في نشر هذا الدين بالطريقة الصحيحة وبالطريقة الشرعية التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم والتي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى لا يعاقبه بل الله عز وجل سبحانه يثيبه ويرفعنا الله عز وجل الدرجات ويكرمنا الله تبارك وتعالى بل يرينا الله عز وجل نتائج أفضل مما كنا نتوقع يرينا الله عز وجل نتائج أكثر ما كنا نتوقع نوح عليه السلام ماذا كان بيده ماذا كان بيده يدعو فقط قومه 950 عاما وهو يدعو إلى الله عز وجل كم آمن معه ما آمن معه إلا قليل ما آمن معه إلا قليل كيف سينتصر نوح على قومه الذين آذوه وعذبوه وعذبوا كذلك أصحابه وأتباعه قيل ما آمن معه نوح إلا 8 وقيل ما آمن معه إلا 12 فماذا يفعل نوح في مقابل في حتى يتعامل مع قومه الله عز وجل غير نظام الكون غير نظام الكون من أجل نوح عليه السلام البراكين التي تتفجر بالنيران تفجرت بالمياه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أهل قد غلوا والسماء ملأت السماء امتلأت كلها بالسحب وأنزلت المطر غزير في لحظة واحدة ارتفع منسوب الماء ارتفع منسوب الماء في لحظة واحدة ارتفع منسوب جبالها ملايين وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كالجبال يغطي جبال الهيمالايا هذا الموج من أجل 8 من أجل 12 الله عز وجل سبحانه مدبر الكون غير الموكل ماذا حصل لقوم عاد؟ قوم عاد كان يقول من أشد منا قوة الآن؟ من رأى منكم في اليوتيوبات وكذا يرى بأن جسم كما يقال على طولك 60 مرة أو 30 مرة جسم طويل كبير جدا هيكل كامل الإنسان عندما تقف عنده ما حتى ما تصل إلى جمجمته كان يقول من أشد منا قوة ما في أحد أقوى منه أولا يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة وكان بآلتنا يجحدون فأرسلنا عليه ريحا صرصرا في أيام النحسات كذبت عاد فكيف كان عذابي إنا أرسلنا عليه ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس يعني هذه الريح هؤلاء اللي ارتفاعهم 60 ذراعا رفعتهم الرياح ثم قلبتهم إلى الأرض فانقطعت رؤوسهم على أجسادهم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر كيف النخلة تكون منقعر كيف تكون النخلة متشبثة في الأرض انتزعت هذه النخلة كذلك أجساد انتزعت
أعجاز نخل منقعد كأنها نخلة كما يقال قد أخذ بطنها كذلك أصبحت أحوالها من فعل هذا؟ الله عز وجل بينما نجى هود عليه السلام وأصحابه الله عز وجل سبحانه غير الأمور كلها ماذا كان لبني إسرائيل؟ بنو إسرائيل عندما قال موسى لقومه أن أسر بعبادي قال الله عز وجل أن أسر بعبادي إنكم اتبعون فخرج بنو إسرائيل قيل عددهم 60,000 وقيل أكثر قيل أقل ماذا كان عند بني إسرائيل؟ خرجوا من الفراعنة بنو إسرائيل ما كانت عندهم خيول ولا عندهم إبل عندهم جواميس الجاموسة كم تسري في بالساعة؟ كم تقطع المسافة في الساعة؟ الجاموس عندما تمشي ما تقطع شيء في الساعة فخرجوا في الليل أصبح الفراعنة في الصباح أين بنو إسرائيل؟ أين الخدم؟ ما في أحد من الخدم يقوم بخدمتهم أين هؤلاء؟ جهز فرعون جيشه كلهم على الخيول وفرسان انطلقوا خلف بني إسرائيل بنو إسرائيل وصلوا إلى البحر فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى الآن بنو إسرائيل أمامهم البحر وخلفهم رأوا خلفهم فإذا الفراعنة فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى كلا إن معنا ربنا سيهدينا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسى ماذا تفعل هذه العصا في البحر؟ ما تفعل شيئا في حسابنا الدنيوي حساباتنا الأسباب الدنيوية ما تبذل شيء هذه العصا مع هذا البحر لكن في الحساب الإلهي أنا أمر آخر الله عز وجل هو حسبة غير حسبتك أنت ولو تدبير غير تدبيرك هو يقلب الكون رأسا على عقل أعداؤك ربما يفكرون بتحطيمك الله عز وجل يحطمهم قبل أن تتحطم أنت وقبل أن تصل إليك قبل أن يمسوا شعرة منك أنا أمر بعصاك البحر ضرب موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين اقترب الفراعنة ثم الآخرين الفراعنة وأنجينا موسى ومعهم أجمعين الأرض كلها طينية قال الله عز وجل قال لأن هذا البحر أصبح يبسا أصبحت الأرض يابسة انطلق فيها ما راح تزلق في الأرض انطلق بنو إسرائيل في منتصف البحر وعن يمينهم الجبال وعن يسارهم الجبال والأرض يابسة إلى أن وصلوا إلى الشط الآخر من البحر والساحل الآخر الفراعنة في منتصف البحر أطبق الله عز وجل عينهم البحر غرق الفراعنة نجى بنو إسرائيل هؤلاء أمام الجواميس فقط يمشون على الأرض هؤلاء على الفرسان وهم فرسان وعلى الخيول الله عز وجل أهلكم ونجى هؤلاء الضعفاء الفقراء المقطع ثيابهم الذين لا معهم إلا الجاميس والحبير الأمر أمر إلهي الأمر مو تدبير الدول العالمية وإنما التدبير الإلهي أنت مثل الأسباب والباقي على الله ما لك علاقة ماذا سيحصل أنت ما تدبر الأمور أنت عليك أن تبذل الأسباب الصحيح تدعو إلى الله رأيك المعروف تأمر الناس بالمعروف رأيك المنكر تنكر الناس المنكر تساهم ما استطعت والباقي على الله أنت ما تغير الكون الكون هو عز وجل غيره الكون هو ملك لله مو ملك لك أنت عليك فقط تبذل الأسباب الصحيحة تدعو إلى الله لو أتيت يوم كان ماذا فعلت ربي بذلت الأسباب وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بالطريقة الشرعية الصحيحة وعلمت الناس الدين وسعيت في التعلم والتعليم هذا ربي دوري وأنا قمت به فالله عز وجل سبحانه يغير أمور الدنيوية ويغير أمور أخروية ولذلك نحن ربما نرى الآن العالم وكيف تكالب على هذه الأمة ولكن الله عز وجل ينظر إلينا وهو يبتسم ويضحك وعندنا فرجنا قليل ولكن كل ما يحصل كله لخدمة هذه الأمة كل ما يحصل خدمة لهذه الأمة كيف؟ ما تعلم كيف أنت تقول هذا ردي قال الله عز وجل ما هو ولا ضد الدين هذا السعي ضد الدين هو المصلحة الدين كيف؟ الأمر بيدي أنا هذا الدين أنا أحفظ أنا خلقت الكون من أجل هذا الدين أنا أضيع هذا الدين، أنا ما خلقت هذا الكون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. أنا أضيع الدين الذي من أجل خلقت الناس. هؤلاء الأقزام من الناس هم يسيطرون على الدين، ما يسيطرون على الدين. لكن أنا أبتلي بعضكم لبعض.
وأعلم بأن فرجكم قريب وأعلم وأنا قد أخبرتكم بأن هذا الدين سينتصر ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم عين كرب وانظر ماذا يحصل فسوف وأبصرهم فسوف يبصر ولذا قال الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولكن الله هل ممكن الشمس شمس نور الشمس الآن تقول أنا نور الشمس وتطفئ أنت نور الشمس بفمك هل ممكن يريدون فكيف بنور الله نور الشمس ما تستطيع نور القمر ما تستطيع أن تقول نور القمر هذا 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 النور الآن فستقول فينطفئ لا ينطفئ فكيف بنور الشمس فكيف بنور الإله ينطفئ بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصحابة بدأوا في عهد مكي تعذيب وقتل قتل ياسر قتلت سمية عذب عمار أوذي بلال ماية ماذا حصل فتحوا الصين وفتحوا روسيا فتحوا بلاد المغرب فتحوا الأندلس كانت كل هذه تهيئة حتى يتقوى الناس ويتعلموا على الجلد فالله عز وجل فتح على أيديهم المشارق والمغارب فلذا هذه الأمة تبتلى وذاك لتتقوى هذه الأمة ولتصلح أحوالها حتى لا تركن إلى الأرض وتركن إلى نصر الله عز وجل وتترك هذا الدين بل عليها أن ترجع في كل حال إلى دين الله عز وجل وسينصر الله عز وجل هذا الدين من الذي وعدنا بهذا؟ هو الله لو كان إنسان ملك له كلمة وصاحب مروءة وأعطاه كلمة يلتزم بكلمته فكيف بالله؟ وقد أعطاك المواثيق بأن هذا سينتصر لكن نحن ماذا علينا؟ أن نبذل الأسباب الصحيحة والباقي على الله أنت ما تستطيع تغيير النتائج الذي يغير النتائج هو الله ويعلم متى يغير النتائج لمصلحة الأمة لكن أنت عليك فقط أن تبذل السبب الصحيح لا تفجر لا تقتل لا تسب لا تشتم ابذل الأسباب الصحيحة والباقي على الله وانظر بعد ذلك ماذا سيفعل الله عز وجل الصحابة لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على مكة قال يا رسول الله الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة قال يا رسول الله بيعة العقبة الثانية قال يا رسول الله كان في منى وبايعوا عند العقبة لما سميت بيعة العقبة كانت عند العقبة عند جبل العقبة الكبرى بايعوا قال يا رسول الله ألا أنا مقرب إلى الناس الآن وهم في منى فنقتلهم قال لا 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 حماس كان قال ما أمرت بهذا ما أمرت بهذا ما هي إلا سنة إلا وأقام الدولة في المدينة ما هي إلا كم سنة ثمان سنوات فتحت الجزيرة كلها ولكن بالطريقة الصحيحة الشرعية والله عز وجل سبحانه ماذا قال لموسى عليه السلام قال سيدنا فرعون فرعون طاغية وقد بلغ ملكه قيل قسطنطينية وجنوب أفريقيا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخاف أنني معكم أنا معكم موسى عليه السلام مش عنده ثوبه ما عنده جاكيت ولا عنده وزار ورداء اللي هو مثل لباس الإحرام فقط وعصا من الشجر أخذها فرعون في ملكه وفي كهنوته وجبروته ما خاف أن يفرط عليه طغيانه والجنود والجيش قال نخاف إحنا اثنين فقط نخاف أن يفرط علينا وياك وقال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى فأتيها فقولها في ذلك ماذا كانت النتيجة؟ هذا الاثنان الله عز وجل نصره وقضى على الفراهين من الذي قضى على موسى؟ موسى فجر فيه؟ موسى ما فجر فيه موسى قتلهم ما قتلهم موسى لكن الله عز وجل هو الذي تصرف وهو الذي يضر لذلك هذا دورنا دورنا فقط أن بالأسباب الصحيحة والباقي تطلب الله عز وجل وانظر بعد ذلك كيف تبتسم في هذا الأمر فالله عز وجل ينظر إلينا الآن ونحن نبكي وهو يضحك
واعلم بأن فرجنا قريب ولكن نحن لم ننظر لا نعرف متى يأتي هذا المستقبل أو ما هو المستقبل لكن الله عز وجل يعلم من المستقبل لذلك يضحك إلينا سبحانه يضحك علينا يضحك إلينا واعلم بأن فرجنا قريب والحمد لله.